بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم قولوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ما زال رب العالمين يرغب ويرهب بني إسرائيل يهود المدينة المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم، المصرين والجاحدين المصرين على الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيذكرهم ويخوفهم. ولقد علمتم، اي لقد عرفتم، ولقد عرفتم اي لقد ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قد غلفتم. ولقد عرفتم، لقد علمتم اي عرفتم، علمتم اي عرفتم. لكن ربنا سبحانه وتعالى استبدل كلمه عرفتم بعلمتم لانها اشد وقوعا، لانكم اهل الكتاب، انتم اهل الكتاب وعندكم علم، ومكتوب في كتبكم ما حدث لأصحاب السبت. ما هي قصة أصحاب السبت؟ قوم كانوا في قرية تقال لها أيلة، وبعض العلماء قالوا قرية تقال لها مدين بين أيلة والطور، وكانوا يعني كانوا ساكنين بجوار البحر، وكانت مهنتهم الأساسية الصيد، يعيشون على الصيد، لكنهم كانوا مسرفين على أنفسهم في الذنوب وكانوا عصاة. اولا ربنا سبحانه وتعالى فرض على كل الامم الجمعه، لكن نكلت عنه اليهود ونكلت عنه النصارى. قال اليهود لموسى: كيف تامرنا بيوم الجمعه؟ قال لهم: هو خير الايام، وان الله سبحانه وتعالى فضل السبت على كل الايام. وحجتهم ان الله سبحانه وتعالى خلق اخر ما انتهى، يعني انتهى من خلقه في يوم الجمعه عندما خلق ادم، وكانوا يزعمون كذبا ان الله سبحانه وتعالى استراح يوم السبت. فقالوا، وقال النصارى: يوم السبت هو افضل الايام، لانه اول ان هو سيد الايام، لانه هو اول ايام الاسبوع. فاوحى الله الى موسى ان دعهم يوم السبت، واوحى الله الى عيسى ان دعهم يوم الاحد. وده تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره: فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أن الله سبحانه وتعالى ما حسدتكم يهود على شيء إلا كما حسدتكم على الثلاث: على قول آمين في الصلاة، وعلى قول وعلى السلام، وعلى قول السلام عليكم، وعلى يوم الجمعة هدانا الله إليه وضلوا عنه، فاتخذ النصارى اليهود يوم السبت، أو واتخذ النصارى يوم الأحد. لذلك فنحن كما قال الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون إلى الجنة يوم القيامة، لأننا اهتدينا يوم الجمعة وضلوا عنه. وكل يوم يوم السبت سبتا لأن فيه الثبوت. ربنا بيقول في سورة النبأ: وجعلنا الليل لباسا والنوم سباتا، كان قال في سورة النمل: والتي جعل الليل لباسا والنوم سباتا. فالثبوت معناه عدم الحركة. فالسبت يعني معناه هم المفروض يعني ينتهوا عن يتفرغوا تفرغا كاملا للعبادة، ويتركوا أمور الدنيا. لكنهم، طب إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم بسبب كثرة معاصيهم. أول شيء أنهم ضلوا عن يوم الجمعة، فضلا عن ما اقترفوا من ذنوب كثيرة قبل ذلك. فربنا سبحانه وتعالى بيشرح هذه القصة القرآن ويفسر بعضه بعضا باستفاضة أكثر في سورة الأعراف: لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم ربنا يجي يقرأ في سورة الأعراف يشرح يقول إيه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اسألهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر قدام البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. فربنا سبحانه وتعالى اوحى وقال لهم: لا تعتدوا، لا 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 تفعلوا اي شيء في يوم السبت فرغوا فيه للعباده، كانوا صيادين. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم، فجعل الحيتان في يوم السبت فقط تاتيهم شرعا. الحوت بيبقى له فوق يعني بجوار الراس قطعه كده طالعه عامل زي الشراع بتاع المركب، او الخرطوم بتاعه يبقى طالع، فتبقى قريبه قوي من وش الميه، لدرجة ان الواحد منهم لو حط ايده ممكن يشد الحوت يطلعه. في الايام التانية تنزل الى اسفل في اعماق البحر، فلا يستطيع احد يعني ان يصطاد هذه الحيتان.
يعني اصطاد هذه الحيتان. فمشكله ربنا سبحانه وتعالى يغريهم بالمعاصي، عشان كده بيقول استأتيهم يوم سبتهم شرعا، يعني بتبقى جايه قدام على سطح الماء والشراع بتاعها او الخرطوم طالعه بره او بتاع ده طالع بره الميه، ويوم لا يثبت ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، واي يوم تاني غير السبت الحيتان بتبقى تحت نازله تحت، ما يصطادوا ازاي؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فربنا سبحانه وتعالى يريد يعني يبتليهم بالمعاصي، يفتح لهم أبواب الشر والمعاصي ويغلق في 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 وجوههم أبواب الخير بقصة معصية. لذلك من جراء المعصية أن يقع المؤمن في أو المصلي أو العاصي في معصية أخرى. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان منهم استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. نزل في الناس اللي هربت من غزوة أحد وفروا من المعركة. شوف ربنا بيقول إيه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم والمعصية ذل، إنما أوقعهم الشيطان في ذل المعصية إنما استزلهم ببعض ما كسبوا ببعض ما فعلوا من ذل وليس بكل، لقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. فالناس دي فقالوا، فبعضهم يعني ذهب وربط الحوت بحبل لأنه قريب على البحر وتركه، وجاء تاني يوم راح مشد ومطلعه، ولكن ما اصطادش. فلما ناس بعض الناس وجدته ده يفعل ذلك فعلوا مثله، هم كانوا خايفين لكن نفوسهم الخبيثه تأمرهم بالمعاصي. فلما قالوا ما حصلوش حاجه راحوا هم كمان عاملين زيه، فبقى كلهم يربطوا بحبال في البتاع ويصطادوا. وبعض الناس قالوا، بعض العلماء قالوا حفروا جداول يوم السبت وعميقة عميقه ان المايه لما تخش في الجداول وهم الحيتان بتبقى على وش المايه، فمع الموج تروح المايه دي ساحبه الحيتان، فالحيتان تيجي في الجداول دي وبعدين المايه ترجع تاني، هتبقى المايه ضحله، هيجي الحوت يرجع المايه مش عارف يرجع المايه، ويبقى خلاص ويجي من حد ياخذ هذه الحيتان يقول لك انا ما اصطدتش من الحيتان، انا ما اصطدتش من السبت، انا ما عملتش حاجه، انا لقيت الحد خدتها وما اصطدتش. طبعا هو هذا تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، كما يفعل كثير من المسلمين الان او بعض المسلمين الان يتحايلون على شرع الله سبحانه وتعالى باتباع الفتاوى الضاله لتحريم الحلال. فالمهم جاءت ثم ياتون في ثاني يوم ياخذون هذه الحيتان. ف وهذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى. فالمهم هناك علماء وفقهاء في هذه القريه، فامروهم قالوا انكم تعصون الله سبحانه وتعالى تصطادون يوم السبت. المهم لما يعني وجدوا ان الله سبحانه وتعالى حلم عليهم ولم يعجل عليهم بعقوبه تجرأوا اكثر وبداوا يصطادوا يوم السبت فعلا كما قال بعض العلماء. ف بعض العلماء والفقهاء يعني ينصحونهم لما تفعلون ذلك، يعني انتهوا عن ذلك. فانقسم الناس الى ثلاث طوائف، طائفه تنصح وهو دول العلماء، وطائفه سلبيه احنا ما لناش دعوه بحاجه، احنا في نفسنا وبس، ما لناش دعوه باي شيء، تركوا. ف كذلك نبلوهم بما كانوا يصنعون. فربنا بيقول ايه؟ قالوا لما تعيذون قوما؟ اللهم مهلكهم، دي الطائفه الثالثه السلبيه. بتسال العلماء لما تعيذون قوما؟ اللهم مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذره الى ربكم لعلهم ينتهون. الناس شايفينهم مصرون على المعصيه، وهم يصرون على المعصيه، فلماذا تصرون وتنصحونهم؟ فقالوا معذره الى ربكم. يعني نحن نعتذر الى رب العالمين لان شؤم المعصيه بينزل على الكل، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واعلموا ان الله شديد العقاب. عندما تنزل اللعنه والعقاب بينزل على الكل، لا ما بينزلش على طائفه واحده، بينزل على الكل. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان في قريه كان كلها عصاة وكان هو الوحيد الذي يصلي، عندما نزل العذاب فقال له جبريل يا رب ان فيها مؤمن. قال له يا جبريل ابدا به، فان وجهه لم يتمعر لي ولو مرة واحدة، وجهه لم يحمرش غضبا لي ولو مرة، قعد طول الوقت بيصلي ملوش دعوة بالناس اللي بتعصي. فلما تعيذون قوما اللهم مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة الى ربكم لعلهم ينتهون، لعلهم ينتهوا عن هذا. فهذه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به ذكروهم بما موجود في التوراة في الكتب من العقاب، لكنهم لم يرتجعوا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء اللي هم العلماء والفقهاء. وإيه اللي حصل؟
بدأوا ينصحوهم مش مصرين على المعصيه، قالوا لا مش هنقدر نسكنكم. فعملوا حطوا وضعوا حدا، عملوا نفسهم باب وقالوا ان احنا هننفصل عنكم، وقعدوا عملوا حائط وله باب، وانتوا لكم باب وتعيشوا انتوا لوحدكم واحنا نعيش لوحدنا، عشان اذا نزل عذاب ينزل عليكم انتوا ما ينزلش علينا احنا. فمرت الايام ودول عمالين بيصطادوا، وربنا سبحانه وتعالى حليم يمهلهم، لكن طبعا ان الله يملي للظالم ثم اخذه اذا اخذه لم يفلته. ففي في يوم من الايام كان من عادتهم بيخرجوا صباحا للصيد وكده، فما خرجوش. فعدى يوم ايه الحكايه، جت صلاه الظهر، طبعا العلماء والفقهاء او الصالحون متوقعون هناك انها ستنزل عقوبه، فنظروا عليهم، تصوروا الباب ونظروا عليهم من فوق، فاذا بالقريه كلها كل العصاة الاثنين يصطادون موسخوا قرده وخرازير والعياذ بالله. ويعرفون القرد بعينه والخنزيره بعينه، يعني القرد موسخ قرد لكن شكل الوش قريب من شكل الوش الذي كان سالفا للشخص، فكل واحد عارف قريبه. فالشباب موسخ قرده والشيوخ موسخ خنازير، وذلك اشد عقوبه للخنزير. الخنزير اشد العقوبه، اللي كنت تمسك خنزير اشد من القرد، لان الخنزير والعياذ بالله يعني ما ملوش، الخنزير نجس مش زي القرد. فقال العلماء الشيوخ، لان الشيوخ عندهم علم وعندهم حنكه بالتجارب اللي مروا بيها، المفروض انهم ينصحوا الشباب مش يتبعوهم. فدخلوا عليهم، فكل واحد عارف قريبه، فراح له فوجدهم يبكون. فكل واحد راح لصاحبه او قريبه قال له انا مش نصحتك، فيهز راسه ويبكي ولا يستطيع ان يتكلم. فظلوا على هذا الحال 3 ايام ثم ماتوا. وقال عبد الله بن عباس ان اذا اي مسخ يمسخ لا ياكل ولا يشرب ويتناسل 3 ايام ثم يموت. وده تفسير قول الله، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء اللي هم العلماء وفقاء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عبد الله بن عباس في تفسير الآية دي قال أخذنا الذين ظلموا، قال ربنا أخذ الذين كانوا يعتدون في السبت، وأخذ الذين نكلوا عن النصيحة. ولم يذكرهم في هذه الآية لسوء حالهم ولرخصهم على رب العالمين، ليس لهم قدر عند رب العالمين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يذكرهم في هذه الآية لقلة قدرهم سبحانه، لأنهم لم ينصحوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عتوا أي أصروا بعد ما علموا، والعتيان شدة المعصية، يعني إنسان يعرف أن الخطأ ويأتيه الدليل لكنه يصر على المعصية، فتكون معصية وتكبر، معصية وتكبر، لأنك علمت أنك مخطئ وأصرت على المعصية. إذا أصرت على إتيان المعصية بعد أن جاءك الدليل فأصبحت عاصيا متكبرا، والمتكبر هو العاتي. فلما عتوا عن ما نهوا عنه من قبل العلماء قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ده تفسير يعني مفصل للقول المجمل في سورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي ملعونين مبعودين عن رحمة الله سبحانه وتعالى، عليكم العار والزلة والهوان. فكلمة خاسئين، وكان العرب يقولون قديما للكلب اخسأ فيبتعد الكلب، أي مطرودين. فكونوا قردة خاسئين أي مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى، عليكم الذل والصغار والمهانة والعار. هذه معنى كلمة جعلناهم قردة خاسئين. بعض العلماء قالوا لا، ده ما مسخوش قردة وخنزير، واحد كان مجاهد من التابعين، لكن هذا رأي ضعيف جدا، رأي صحيح انهم مسخوا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما سبوه في غزوة بني قريظة، ذهب إليهم وقالوا هي أبناء القردة والخنازير، لأن ربنا سبحانه وتعالى مسخ آباءهم قردة وخنازير. طبعا القردة والخنازير ما بتنجبش، لكن دول أبناء الذين كانوا معاشين الناس دي، سواء كانوا عصاة أو طائعين. من وزي ما قلنا قبل ذلك، كما قلنا قبل ذلك، ان اخطاء الاباء تورث الابناء، الابناء يعيروا بابائهم خصوصا لما يكونوا على نفس المعاصي. هم جحدوا النبي نوح وضبط الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا، فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين.
جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. فصحيح انهم مسخوا خرة وخرازين، لان هذا صريح القرآن كما جاء في الكتب، وكما جاء ايضا في سورة المائدة: فجعل منهم القردة والخرازين وعبد الطاغوت اولئك شر مكان واضل عن سبيل السبيل. فربنا سبحانه وتعالى جعل منهم القردة والخرازين، ويؤكد ذلك ايضا ان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: سيكون في اخذ هذه الامه مسخ وخسف، وفي ناس هتنسخ فعلا قردة والخرازين. فبرغم ان امه محمد افضل كثيرا حالا من هذه الامم، لكن ناس تكون على المعاصي في اخر الزمان فتمسخ، فهذا يدل على ان هؤلاء الناس مسخوا فعلا الى قردة وخنازير. ده تفسير مبسط لأصحاب السبت، وده تهديد غير مباشر لهم أنكم إذا أصررتم على الجحود والكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد أن يحدث لكم كما حدث لآبائكم أسلافكم من المسخ لقردة والخنازير بالعصيان، لأن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد إثما من أنهم يصطادوا في يوم السبت. ده هذا تفسير مبسط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. شو اشتفعي الجرس وشكرا لكم جديد وساعدوني عشر سنة. أقول قولي هذا استغفر الله.